السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن فيديو كي جي 1 أو كي جي 2، تمام؟ يمشي الاثنين، كي جي 1 مستواه كويس وماشي قدام، وكي جي 2 أساسي أديشن الجمع رقم برقم ورقمين برقمين وثلاث أرقام بثلاث أرقام. ناس كتير النهاردة بعتت لي يا مستر عايزين الفيديو ده، إزاي يجمع رقم برقم وإزاي رقمين برقمين وإزاي ثلاثة بثلاثة، تمام؟ النهارده هنتكلم اول حاجه نبدا برقم برقم. الاول ما تنسوش تشتركوا في القناه الجديده اللي هي محمد سعيد سمارت فونكس، دي هتبقى خاصه بالانجليش فقط، بالفونكس والصوتيات فقط، عشان الناس اللي تايهه بين الماس وبين العربي وبين الانجليش وبين قواعد النحو، هنخلي تحسيب تعقيد للعربي كله، تمام؟ والماس والحاجات التانيه والرياضه، وهنخلي القناه الجديده دي للفونكس، تمام؟ هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت، اشتركوا في القناه ديت عشان مهمه، هينزل عليها كل كورسز التاسيس من الصفر سواء صغار او كبار، نبتدي كورس من الصفر من عند كي جي واحنا مكملين، تمام؟ هنبتدي الكورس ده الحروف، اصوات الحروف، شورت اي شورت او شورت اي شورت اي شورت يو، بعد كده هننقل لونج اي لونج اي لونج او لونج يو لونج اي لونج يو لونج او، وبعد كده هناخد الحروف المركبه ازاي والحروف السايلنت، تمام؟ اللي ما بتنطقش، وقواعد ونط حروف مع بعض بتعمل صوت معين قدام شويه ان شاء الله لما يتاسسوا، عشان ابنك او ابنك يحفظ الكلمات المنهج بتاعت كونكت من خلال الاصوات، يسمع صوت الحرف يكتبه، ما يحفظش الاصوات صم. يا مستر ابني بيحفظ الكلمات وتاني يوم بينساها، ابني بيحفظ الكلمات تاني يوم بينساها، ليه؟ علشان بيحفظ بدون فونكس، من غير فونكس بيحفظ حفظ صم، فصم دكتور دي او سي تي او ار، تمام؟ لا، احنا بنحفظ من خلال الاصوات، والناس اللي متابعانا عارفين كده كويس، فاشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفونكس عليها، ونبدا حصتنا النهارده نتكلم الاديشن الجمع. هنبدا الاول رقم برقم عشان يبقى ماشي كله صفوف كي جي وكي جي 2 واولى، تمام؟ عندي مساله زي دي، تمام؟ هقول له اقراها كده، هقول له اقراها كده. اول حاجه مطلوب منه ايه؟ ان هو يقراها 5 بلس 3، 5 بلس 3 يقراها كده. طب حلها ازاي؟ هقول له كده، ما تقولش ولا كلمه عربي. 5 on my mind 3 on my hand، 5 on my mind 3 on my hand after 5، يعني بعد الخمسه. after 5 6 7 8، تاني after 5 6 7 8، يعني الريزلت بتاعتي هنا 8، يعني انا هقول له 5 on my mind تاني 3 on my hand، 5 on my mind و 3 on my hand after 5 6 7 8، وعرف كلمة after معناها بعد، وكلمة on my mind يعني في دماغنا، وعرفه on my hand يعني على ايدينا. طيب عايزين مسألة يا مستر رقم برقم او رقمين برقمين، تمام؟ هنعملها ازاي دي بقى؟ هقول له كده، هقول له يا حبيبي المسألة ديت، خلينا نحل كمان واحدة، 4 on 4 plus 3 أو 4 plus 2، 4 on my mind 2 on my hand after 4 5 6، يبقى الريزلت عندي هنا ايه؟ 6. هقول له احنا هنشيل دي، هنشيل دي حطها جنب دي ما تتلخبطش، هنشيل دي حطها جنب دي، ادي 4 وادي 2، هعمل ايه في جمع رقمين يا جماعه؟ هقول له start with ones، هبدا بالاحاد، start او اول مره ابني ياخدها هعملها له كده، هعملها له كده، يعني ايه؟ بقول له دي مساله لوحدها ودي مساله لوحدها، واقول له ابني هيجي يحل من هنا كده، اقول له لا start، مالكش دعوه بالعلامه دي، start with ones، start with ones، يعني ابدا بالاحاد، start with ones، start، الجمله دي مهمه، start with one، start with ones، يعني ابدا بالاحاد. هقول له بقى ايه؟ 5 on my hand in my mind 3 on my hand after 5 6 7 8. خلصنا دي، ها بعد كده ايه؟ هبدا اروح لمين؟ للتنز، تمام؟ then ثم ها بعد كده ايه؟ التنز 4 on my mind و 2 on my hand after 4 5 6، تمام؟ هقول ايه في الجمع؟ بعمل ايه يا حبيبي؟ start from the right، start from the right، يعني ابدأ من اليمين، start from the right، أو start with
وانز، ابدأ بالأحاد. طب هو مش عارف الأحاد يا مستر، هو لسه ما خدش أحاد والعشرات. خلاص خلينا إيه، ستارت فروم ذا رايت، يعني ابدأ من اليمين. تاني، ستارت فروم ذا رايت، ستارت الجملة دي احفظها، ستارت اوف ذا رايت، ستارت فروم ذا رايت، ستارت اوف فروم ذا رايت، يعني ابدأ من اليمين. تاني مسألة كمان لازم، بداية مهمة جدا، أقول له ابدأ من اليمين، يبقى هو حاطط القاعدة دي عنده في الجامع رقمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هيبدأ من فين؟ ستارت ويز إيه؟ ستارت فروم ذا رايت. واحدة كمان، 26 بلس 30، هو عايز يبدأ، ها هو يروح هيقول لك تو، لا أقول له ها ستارت فروم ذا رايت، ستارت فروم ذا رايت، يعني ابدأ من اليمين، ها واعمل له كده، يعني كل واحد لوحده، لأن في أغلب الأطفال لما ياخد رقمين من بعض بيجمع ده مع ده، فأنا هعمل له كده، أقول له كل واحد مع اللي تحته، كل واحد مع الإيه؟ مع اللي تحته. 6 on my mind, 3 on my hand, after 6, 7, 8, 9. يبقى الريزلت عندي هنا 9، ها؟ Then ها؟ Ones, ones from, with ones, ones from ones، يعني العشرات مع العشرات، 2 on my mind, 1 on my hand, after 2, 3. تمام؟ ده بالنسبة للرقمين. ده بالنسبة للرقمين، يفضل أحل له مسألة لوحدها رقم واحد وأحطها هنا، والرقم التاني لوحده وأقول له هي نفس المسألة بس أحط لهم جنب بعض، بقوا أخوات، بس أحل كل واحد لوحده برضه، أحل كل واحد لوحده. تعال نشوفها ثلاث أرقام، تعال نشوفها ثلاث أرقام، تمام؟ start from the إيه؟ start from the right. الجملة دي مهمة جدا، عرفه رايت يعني يمين، فين ايدك اليمين؟ اهي ستارت فروم ذا رايت، ستارت فروم ذا رايت. طب ليه يا مستر ما، طب ما احنا يا مستر ممكن عادي اهي 30 بلس 2 5، 6 بلس 3 8 9، 4 بلس 4 1 5. وهي لو حتى بدات من هنا يا مستر زي هنا عادي، مش فيها حاجه. ليه الخبط ابني؟ عشان قدام لما يكون في مسائل كاري اب، كاري اب يعني اعاده تسميه، يعني بقول له هنا مثلا 9 9 بلس 5، هقول له يعني 9 زائد 5 9 on my mind 5 on my hand after 5 after 9 6 7 8 9 ها after 9 10 11 12 13 14. طبعا مش هكتب ال 14 كلها، هقول 4 واعمل كاري قبل ال 1. تمام؟ طيب لو انا هبدا من هنا وهعمل كاري اب، يبقى انا هعمل كاري قبل ال 10 على ال 100 على ال 10، هبوظ الدنيا. يبقى من وهو صغير، طب يا مستر خليه يبدا من هنا، اما يجي عليه كاري اب بقول له ابدا من هنا. لا، الطفل من شاب على شيء شاب عليه، هيتعود على حاجه يمشي عليها طول عمره، طول عمره هيمشي عليها. قلت له ابدا من يمين، مش من يمين، هيبدا طول عمره من يمين. تمام؟ فروم ذا رايت. لو قلت له من هنا وتيجي بعد كده تقول له غيرها بعد كده في الكاري اب، طبعا اكنك بتعمل حاجه مستحيله، صعبه جدا. تمام؟ طيب هنبدا المثال دي ازاي؟ هقول له ستارت فروم ذا، ستارت فروم ذا رايت، 4 on my mind 1 on my hand after 4 5. يبقى الريزلت بتاعتي 5 6. ها خلصنا ده، عامله كده، وده مع ده وده مع ده في البدايه. هو هتلاقيه هو بيحل، هتلاقيه عامل كده لنفسه، هو عامل كده لنفسه، بحد كل واحد مع نفسه. هو الطفل زي ما اتعود اعوده هيتعود. بعد كده ها 6 on my mind 3 on my hand after 6 7 8 9 يبقى 9. بعد كده 3 اخر رقم 3، ممكن اعمله كده خطوات، اعمله ده نمبر 1 ده نمبر 2 نمبر 3، واحده واحده لما يتعود، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. يبقى انا كده شرحت رقم لو كي جي اول مره ياخده، شرحت رقمين كي جي 2، صراحه شرحت ثلاثه جريد 1 او جونيور 1. عندك الفيديو ده ينفع للثلاثه، شوف الثلاثه ها 3 on my mind 2 on my hand after 3 after 3 4 5. يبقى هنا الريزلت بتاعتي 5. ده بالنسبه للاديشن، تابعوا الفيديو ولايك عشان نكمل، عشان ننزل لكم ان شاء الله سبتراكشن الطرح بطريقه سهله وكويسه جدا، مش الطريقه الاعتياديه ان هم دولي 5 خدنا منهم 2 يفضل 3. لا طبعا الكلام ده كله وحش جدا في الماس، وفي طريقه جديده ان شاء الله هنتكلم عليها. هسيب لكم رابط القناه الجديده في تحت في الوصف، وصف على شاد الفونكس، تش لايك عشان نكمل وشير. كده انا خلصت، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.